الحاجه الثانيه وشنو هي؟ كاين نسيان ما يغفرلكش عليه ربي، ماشي ما يغفرلكش بمعنى ماشي كيما هذاك اللي مرفوع عنه القلم الانسان فيه، كاين نسيان يؤاخذ عليه الانسان. وشنو هو النسيان؟ نسوا الله فانساهم انفسهم. وشنو هو؟ ان يغفل الانسان، الغفله، الغفله عما امرك الله به، غافل. كاين مهمه خلقك ربي من اجلها، غافل، ناسيه، نسيت ربي، نسيته. كي تنسى الله ينسيك حتى في نفسك. هذا النسيان ما فيش سماح هذا الا اذا تاب الانسان واصلح نفسه. هذا الانسان هذا اللي ينسى حاجه ربي خلقه من اجلها راه ارتكب جريمه عظيمه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يحكي عن الصحابه، قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وهنا منا يبدا الانسان يشوف القران كيفاش يشرح لنا الذات نتاعنا، ان الذات منشاؤها امرين اثنين، كيفاش تقدر تزلق، كيفاش نفسك تبدا تروح، اما كانك ناسي واما انك تخطئ. ولذلك وش يقول لنا الله تبارك وتعالى حول النفس البشريه؟ لما قال الصحابه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، هنا نجد ان الله عز وجل يبين لنا بان النفس هذه هي اللي تنسى وهي اللي تخطئ. ولذلك وش قالنا؟ قالنا اعتنوا بانفسكم فقال لنا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اذا انت كي قال لك ربي قد افلح من زكاها، انت هنا تروح تجري تقول اذا هذه راه النفس هذه راح اما راح تطيحني في الغلطه، راح تديني اي تقول لي حب هذيك الحاجه، ميل هذيك الحاجه، تدي فيا، تحبب الي الفساد، راح تديني الغلط، اما راح تطيحني في خطا، واما راح تغفلني عن الله، تنسيني في ربي. كاين بزاف ناس، كاين بزاف ناس يقول لك انا ما نظلمش وما نحقرش وما ندخلش روحي في حتى واحد، وانا انسان ما نغتاب، ما نمم، ما نسرق، ما ندير والو، حدي وحد داري. بصح ما يصليش، ما يصليش، ما يذكرش الله، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا ما يغلطش بصح ناسي، وقع في جهة النسيان. يعني دير في بالك باللي الذنب ماهوش خطيئة فقط، الذنب ونسيان ثاني. الذنب كي تنسى الله، كي تنسى ربي عز وجل، تنسى علاه ربي خلقك، تولي ماشي في واحد الطريق وتروح غيبة ونميمة وتعتني بالناس وبعد اللهو، إضاعة الأوقات. كاين الناس للأسف الشديد بيضت رؤوسهم، كبروا في السن مازالوا غافلين، مازال عايشين حياة اللعب واللهو. يعني تعرف شنو معناتها؟ اللعب حلال، الأصل في اللعب حلال إلا ما حرمه الله. بصح كاين الناس رجع اللعب دين تاعو، الدين تاعو اللعب، دين اللعب من الصباح لليل، مهمل أهله، مهمل ولاده، مهمل الدنيا كاملة. يعني كي نوع من الناس هذوما كي تجي تحوس عليه في الحومه تلقاه يلعب لي بول، هي حياته كامله حلال تلعب لي بول، حلال ماشي حرام. بصح المشكل وين؟ كي تولي انت دينك هذاك هو، تحكي غير عليهم وتلعب من الصباح لليل ومخلي اهلك، زوجتك ما عطيتهاش حقها، ولادك ما عطيت لهمش حقهم، ما تذكر الله، المؤذن يأذن ما تصليش، سمى حياتك هذيك هي كامله، العب على روحك مش مشكله، ولا الدومين ولا. ولكن المصيبه وين؟ كيولي هذاك اللاعب دينا لك، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين وشنو هو هنا؟ ديدن، ديدنك، ديدنك، حياتك كامل لعب 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 لعب. وربي خلقك باش تعمر الارض، خلقك لتعبده، لتوحده، اين بصمتك في الحياه؟ امه راهي تغرق قدامك، ما قدرتش تنقي واحد، ما قدرت تدير والو. الدين نصيحه، وري نصيحتك انت. عندك والدين، عندك اهلون، كاين عائله معمره بالناس ما تصليش، عندك اقارب، عندك ناس تزورهم، عندك ناس تعودهم امراض، كاين ناس يحتاجونك، كاين ناس راهم يحتاجون لك كلمه طيبه في دقيقتين وتروح، ماشي مشكله. عمر بيت الله، شكون يعمر بيت الله؟ اذا ما عمرتوش انت وما عمرتوش انا، شكون يعمر بيت الله؟ هذه الحياه التي خلقنا الله من اجلها باش نعمروها بذكر الله. هذا التعمير الارض هذا تعمر انت باللعب واللهو. هذا الانسان
واش يقول لك؟ يقول لك انا خاطيني الحمد لله، خاطينا خاطينا مخدرات، خاطينا الخمر، خاطينا السرقه، خاطينا النساء، خاطينا كلش. حنا جيت لقينا نلعبوا في الحومه لهنا، شحال راك تلعب من الصباح لليل؟ من الخدمه يجي العشيه يلعب حتى لليل، حتى لليل كامل. كي يدخل يلقى ولادو راقدين ويديروا اللومبات ويريحوا غير يلعبوا. تسمى اللعب يجوز لك تلعب، ما كاش حرام، ما قلناش حرام. حنا ديننا لا يحرم اطلاقا، ديننا يهذب. حنا ما عندناش حاجه حرام الا حاجه خبيثه لذاتها، هذيك هي كما يقولوا حنا مستأصلينها عند ربي، خنزير، خمر، هذه الاشياء. اما لعب ما حرموش ربي، ما حرموش عليك، ما قلناش حنا هذا نردشير ولا لا، هذا ما حرموش عليك الله او حلال عليك. بس ما تضيعش اهلك، ما تضيعش بناتك، ما تضيعش زوجتك، ما تضيعش دينك، ما تضيعش الصلاة. ربي يقولك حي على الفلاح، انت ماكش تروح. تسمى الان كاين ذنب كبير هو النسيان، هذا رانا غالطين فيه بزاف، رانا نقولوا بلي حنا ناس ملاح. وزيد المشكل وين؟ ولينا نشربوا المخدرات، وكي تقول له فلان هذا كي بصحة ويخلط، يقول لك بصح ما يأذيش، يأذي غير نفسه برك، يأذي غير نفسه. هو كي راه يشرب في المخدرات راهو قنبلة، قنبلة لعائلته كلها، راهو محل تهمة. يشرب في المخدرات، أنا ما نأمنوش على أخته، والله ما نأمنه، ما نأمنوش على أمه. يشرب في المخدرات راه عبارة عن إنسان قنبلة موجود في البيت. هذاك أنت تشرب في المخدرات، الأخت ديالك ما يخطبوهاش على جالك أنت، تبيع مخدرات وتشرب مخدرات وتقول لي ما تأذيش. واش ما يأذيش هذا؟ يعني شوف الآن كيفاش نديروا حنا، نوليو نصنفوا الناس، نصنفوا الناس كيما نحبوا حنا، باللي ناس ملاح قلبه بيض، يسب في ربي هو ويقول لك تشوفوا هكذا يزعف يسب ربي بصح قلبه بيض. ما تقدرش تحكم الأمور هذيا، شو رانا نكذبوا، رانا نغيروا في الموازين والمعايير، رانا نغيروا فيهم، وهذا خطأ. لازم لنا نقولوا هذه حسنة وهذه سيئة. ونقول لك واحد الكلمة، أقسم بالله مهما كان الإنسان في دركات الفساد وش يكون غارق لتحت، أقسم بالله كي غير يبدا يعترف راح ينجح، غير يبدا يعترف ينجح. شوف الآن آدم وحواء وش داروا؟ عصوا ربي بنص القرآن، قال فعصى آدم ربه. الآن وإبليس كي قال له ربي اسجد، عصاه ولا ما عصاش؟ عصاه ثاني. إذا عندنا زوج معاصي، وشتان بينهما، وشتان بين فاعليهما. آدم ارتكب معصية وإبليس ارتكب معصية. الآن هما الآن في بداية كانت معصية معصية، وش الفرق اللي بيناتهم دركا في المآل؟ الاعتراف، بارك الله فيك. الآن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كلمات تلقاها آدم من ربه، هذه الكلمات قالها خلاص. عفى الله عز وجل عن آدم، نبي من الأنبياء في الجنة، لقاه النبي اسمه في الجنة، تلقى معه في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج. إذن خلاص آدم فراها عليه السلام. إبليس دوكا طايح في معصية، وكان قال الربي غلط، النفس أمرتني بالسوء غلط، بالك يسلك، ولكن وش دار؟ زاد كمل، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. زاد وش دار؟ أنا خير منه، قال له ما اعترفش. وهذه المصيبة احنا، أننا كي ما نعرفوش المرض والراح نعودوا ما نعترفوش، نقول احنا الحمد لله ما نأذيوش. وش راكم ديروا؟ رانا نلعبوا الدومين حتى الأذن الأول ونروح نرقدوا.